السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي جونيور 6؟ معكم مستر احمد خلف. النهارده عندنا درس جديد من دروس التاريخ بيتكلم عن محمد علي واليا على مصر. المفروض ان بعد رحيل الحملة الفرنسية من مصر، المفروض ان مصر ترجع تاني الى السيادة العثمانية باعتبار ان مصر كانت ولاية عثمانية. لكن بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر تصارع على حكم مصر ثلاث قوى. بدأوا يتخانقوا مع بعض على حكم مصر، العثمانيين، المماليك، الانجليز. وكل حد فيهم شايف ان هو احق بحكم. العثمانيين رأوا نفسهم ان هم اصحاب الحق الشرعي في حكم مصر. ليه؟ لان مصر كانت ولاية عثمانية، وبرحيل الحملة الفرنسية المفروض ان مصر ترجع مرة تانية الى السيادة العثمانية. فخلال هذه الفترة قام السلطان العثماني بتعيين عدد كبير من الولاة، بعضهم قتلوا نتيجة مؤامرات دبرت لهم للتخلص منهم، وعزل البعض الاخر. البعض منهم اتقتل والبعض التاني اتعزل، ده نتيجة طبعا عدم مقدرته على حكم البلاد. اما المماليك تطلعوا الى الانفراد بالسلطة واعتقدوا ان هم ليهم حق في حكم البلاد. طب ليه المماليك ليهم حق في حكم البلاد؟ نظرا لما قدموه من جهود عسكرية ضد الفرنسيين وتصديهم لهم في معارك عديدة، لانهم شافوا ان هم قدموا جهود كبيرة قوي ضد الفرنسيين، جهود عسكرية وتصدوا لهم في معارك عديدة زي معركة شبرخيت وامبابة. لكنهم في النهاية لم يتمكنوا من الوصول للسلطة. طب ليه؟ ده بسبب الصراعات التي فيما بينهم ونهب ثروات البلاد دون النظر للمصلحة العامة. دايما المماليك بينهم خلافات وصراعات، والكلام ده اتكلمنا عليه من اول درس. كمان كان كل همهم نهب ثروات البلاد دون النظر لمصلحة مصر، ياخدوا وما يدوش اي حاجة للبلد. بالنسبة للانجليز، ارادت انجلترا السيطرة على مصر. طب دي انجلترا انت مالك، انت قسام بحكم مصر؟ لا، انا عايز امن طريق مواصلاتي الى الهند. يبقى انجلترا ارادت السيطرة على حكم مصر واحتلالها لتأمين طريق مواصلاتها الى مستعمراتها في الهند، لذلك لم تفكر في اجلاء قوتها عن مصر. يعني بعد ما مشت الحملة الفرنسية ما فكرتش ان هي ترحل بقوتها عن مصر، لا، قعدت في مصر. التلات قوة دول تناسوا قوة رابعة، هي قوة الزعامة الشعبية، قوة الشعب المصري. الشعب المصري من حقه ان هو يختار، مش انتوا اللي تقرروا مين اللي يمسك حكم مصر، تمام؟ فكان الزعامة الشعبية دور واضح جدا في مقاومة الاحتلال، على رأس الزعامة الشعبية المشايخ والعلماء. كان ليهم دور في ثورة القاهرة الأولى والثانية، تمام؟ فالمشايخ والعلماء كان هم دول الزعامة الشعبية. طب كانوا عايزين ايه؟ كانوا عايزين السلطان العثماني يوافق على تولية محمد علي حكم مصر وفقا لشروطهم. اشمعنى محمد علي بالذات؟ لان محمد علي بالذات وقف بجانب الزعامة الشعبية ووقف معاهم وابدا استعداده التام ان هو ما يفرضش عليهم ضرائب ولا اي حاجة، بالعكس ده هو طيب. ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي واليا على مصر، الكلام ده قلناه بعد ما الحملة الفرنسية طلعت من مصر بدأ التصارع على حكم مصر، فبدأت الدولة العثمانية بسرعة تستعيد حكم البلاد وتبدأ تعين عدد من الولاة. كان آخر الولاة اللي عينتهم الدولة العثمانية والي اسمه خورشيد باشا، لكن الولاة اللي كانت بتعينهم الدولة العثمانية عجزوا عن دفع رواتب الجند المتأخرة. رواتب الجنود وفلوس الجنود ما كانوش بيقدروا يدفعوها، طب يعملوا ايه؟ فقاموا بفرض ضرائب وإتاوات على الأهالي، يعني فلوس بالقوة هيدفعوها الأهالي غصب عنهم. فرفض زعماء الشعب المصري ولاية خورشيد باشا على مصر، واجتمعوا في دار المحكمة، اجتمع الزعماء والعلماء ونقباء الطوائف، كل حرفة كده بيبقى ليها طائفة، اجتمعوا بدار المحكمة في 13 مايو 1805 وقرروا عزل خورشيد باشا وتولية محمد علي. والأول مرة في التاريخ الحديث يتم عزل والي وتولية والي آخر بإرادة شعبية. الشعب هو اللي اجتمع وعزل خورشيد ولا محمد علي. طبعا
طبعا كان لازم السلطان العثماني يوافق على توليه محمد علي. طب ايه اللي حصل؟ بعد ما زعماء الشعب اجتمعوا في دار المحكمة، توجه عمر مقرب نقيب الأشراف والشيخ عبد الله الشرقاوي كبير العلماء إلى محمد علي، وراحوا لغاية محمد علي وألبساه لبس الولاية، خلعة كده زي عباءة كده بيدوها لمحمد علي ويقول له أنت هتبقى والي على مصر، بس هناخد عليك عهد او شرط ان انت ما تعملش اي حاجه الا لما ترجع لنا، الا يفعل شيئا دون الرجوع اليه. وبالفعل وافق محمد علي على ذلك، واستطاع ضغط الشعب والعلماء انه يجبر السلطان العثماني على الموافقه على توليه محمد علي. السلطان لان الشعب والعلماء متمسكين جدا بمحمد علي ومصرين عليه، في الاخر بسبب ضغط الشعب تم قبول او وافق السلطان على توليه محمد علي حكم مصر. محمد علي تولى حكم مصر سنة 1805، لكن في صعوبات واجهت محمد علي في حكم مصر. ثلاث صعوبات. أول حاجة منهم كانت حملة فريزر. ثاني صعوبة الزعامة الشعبية. ثالث صعوبة الممالك. نبدأ بأول صعوبة واجهت محمد علي وهي حملة فريزر. أسباب حملة فريزر: حملة فريزر أساسا هي حملة جيش بعتته انجلترا، حملة انجليزية جاءت لحكم مصر، يبقى اسبابها رغبة انجلترا في السيطرة على مصر. انجلترا اللي هي مطامع عايزة تسيطر على مصر عشان تأمن طريق مواصلاتها الى الهند، فبعتت حملة الى مصر سنة 1807 بقيادة فريزر، يبقى كان قائد الحملة فريزر. الحملة استطاعت ان هي تستولى على مدينة الاسكندرية وزحفت الى مدينة رشيد، لكن محمد علي ما كانش موجود في مدينة اسكندرية، فالاهالي في مدينة الاسكندرية ارسلوا الى السيد عمر مكرم نقيب الاشراف، فعمر مكرم قال للاهالي توجهوا الى مدينة رشيد، وبسرعة الاهالي راحوا على مدينة رشيد وتجمع الالاف من الناس وخرجوا لملاقاة الانجليز وقاتلوهم في حماس شديد. طب ايه النتائج المترتبة على الحملة؟ هزيمة القوات البريطانية، الاهالي قدروا ان هم يهزموا القوات البريطانية وده بسبب مقاومتهم الباسلة، تمام، وجلاء القوات الانجليزية عن الاسكندرية في سبتمبر 1807. يبقى ليه هزيمة القوات البريطانية وجلاء الحملة؟ هقول بسبب مقاومة الاهالي الباسلة في مدينة رشيد والحماد. بنيجي بعد كده لتاني صعوبة واجهت محمد علي، كانت الزعامة الشعبية. ليه الزعامة الشعبية؟ مع ان الزعامة الشعبية هي اللي وقفت جنب محمد علي في بداية حكمه، لكن محمد علي مش عارف ياخد اي قرار الا لما يرجع للزعامة الشعبية، فمحمد علي حب ان هو يتخلص من منافسيه. طب الزعامة الشعبية دي متمثلة في مين؟ متمثلة في العلماء والمشايخ، في اتنين: السيد عمر مقرب نقيب الاشراف والشيخ عبد الله الشرقاوي كبير العلماء. فقام محمد علي بنفي عمر مقرم الى مدينه دمياط وعزل الشيخ عبد الله الشرقاوي من منصبه، تمام، نفى عمر مقرم يعني سجنه في مدينه دمياط وعزل الشيخ عبد الله الشرقاوي من منصبه اللي هو منصب كبير العلماء، تمام، وبكده محمد علي تخلص من الزعامة الشعبية. ما فضلش إلا المماليك، والمماليك عاملين مشكلة جامدة لمحمد علي، فعمل محمد علي مؤامرة للقضاء على المماليك. دعا زعماء المماليك للقلعة عشان بيحتفل بتولية ابنه طوسم قيادة الحملة على بلاد الحجاز. راح قال للمماليك انا عامل حفلة كبيرة في القلعة بدعوكم ان انتوا تحضروا بمناسبة خروج ابن طوسم على قيادة حملة الى بلاد الحجاز. بالفعل زعماء المماليك راحوا الى القلعة، ومجرد ما روحهم القلعة قام محمد علي بارتكاب مذبحة كبيرة في القلعة وقتل المماليك. دبر مذبحة اسمها مذبحة القلعة وقام بقتل المماليك، وتعقب ابنه ابراهيم المتبقي اللي فر وحاول ان هو يهرب، جرى وراه ابن محمد علي ابراهيم باشا وفر الباقون الى السودان، واللي هرب بقى نجا منهم راح الى مدينه السودان،
وبكده محمد علي تخلص من جميع منافسيه.